السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. هنبدأ النهاردة حلقة مراجعة شاملة على معظم جزيئات أو أجزاء المنهج. نبدأ مع بعض كده في صورة سؤال وجواب. أول حاجة ممكن الأسئلة المشهورة قوي، نبدأ نشتغل مع بعض كده ونشوف أساسيات المعادلة وبنحلها إزاي، عشان إحنا بنحفظ وبننسى كتير. البروم بي آر، طبعا البروم من الجزيئات المتواجدة في صورة جزيء من أولى إعدادي، يبقى بي آر 2 زائد يوديد الصوديوم. صوديوم إن إيه؟ يود يعني آي، ترجمة حرفية أهي عشان الناس اللي إيه بتحفظ وما بتركزش ساعة ما تيجي تحل. طبعا المنظر اللي قدامنا جزيئين من البروم صوديوم واليود، يبقى لازم نحط هنا 2. البروم هنشوفه انشط من اليود ولا اليود انشط منه؟ طبعا البروم انشط من اليود، اذا اليود هيتطرد. اي 2 زائد البروم هيحل محله، يبقى الاتنين عامل مشترك، وبنسمع دي كتير في الكيمياء، يبقى اتنين عامل مشترك اهو خلاص، والصوديوم زي ما هو والبروم هيحل محل مين؟ اليود. المعادلات دي جميلة عشان نبقى شاطرين في الثانوي ان شاء الله. يبقى دي المعادلة الاولانية، يبقى البروم انشط من اليود، وفي قانون كده، نكتب القانون كده مع بعض. اف 2 سي ال 2 بي ار 2 اي 2، معنى الكلام ده ايه؟ دي عناصر المجموعة السبعة عندنا في الجدول الدوري، يبقى دي عندي سبعة ايه؟ مكررة علينا؟ مكررة علينا، حفظها كمان بالترتيب اللي انا عامله. يعني ايه معنى الكلام؟ شوفوا البروم كده يعلو اليود بيحل محله. طيب ما في واحدة معادلة تانية تحت اهي، اليود نبص عليها كده مع بعض. اليود مع كلوريد الصوديوم، نبص على المنظر كده، هنحط برضو هنا 2 لان اليود معاه ذرتين، هنحط 2 قدام كلوريد الصوديوم. هل اليود انشط من الكلور؟ نبص للقانون اللي عندي فوق، هل اليود انشط من الكلور؟ لا. نكتب المعادله كده زي ما هي مكتوبه ونقول له لا يحدث تفاعل. ليه؟ لان اليود اقل نشاط منين؟ من الكلور. يبقى في معادلتين تطبيق على القاعده اللي عندنا، الاعلى بيطرد اللي اقل منه، وبنمثلها بعماره سكنيه. اللي ساكن في الدور الفوقاني عمارة 4 أدوار همت، اللي في الدور الرابع ليه حق ينزل حتى لو وقف في الدور التالت محدش هيكلمه لأنه نازل من الرابع خلاص، من التاني الأول. لكن اللي ساكن في الدور الأرضي أو الأولاني لا يجوز ليه إن هو يتمسك فوق أو نلاقيه فوق، لأن مفيش جيران، مفيش حد مصاحب حد، مفيش سطح، مفيش اشتراك في حاجة. يبقى معلش اليود ده هو اللي بيطرد من الثلاثة اللي فوق، اليود لا يجوز له ان يطرد اي ايه عنصر من العناصر. البروم ما يقدرش يطرد الكلور، الكلور ما يقدرش يطرد ايه الفلور. يبقى ناخد بالنا من الجزئية دي. نيجي للمعادلة التانية، اكسيد المغنيسيوم ام جي او، ترجمة حرفية عشان ما نقولش المستر حافظ وبيكتب. مغنيسيوم ام جي اكسيد يعني او، زائد ميه معروفة ومشهورة سهم. ايه الفرق بين المعادلة دي والمعادلة رقم 3؟ نشوف، ثاني اكسيد الكربون زائد ميه، نركز بقى في الكلمتين اللي هقولهم دول، ده اكسيد فلز يعني يتأين، يعني رابطة ايونية. ثاني اكسيد الكربون رابطة تساهمية، هل دي تفرق مع الميه؟ طبعا الميه ما بتلاقي رابطه ايونيه او ايونات معاها بتتأين زيها. يبقى دلوقتي هنا المغنيسيوم ام جي وهنا الاكسجين، طبعا لو حبينا نعمل الشحنات اهو الشحنات هنا. طيب الميه لما لقت ان المركب اللي قدامها بيتأين او مركب ايوني،
لأنه معروف إن المركبات الأيونية من سنة أولى إعدادي تذوب في الماء، التساهمية لا تذوب ولكن تتفاعل زي ما هنشوف الوقت. يبقى هنا H وهنا OH، ده مش هيحصل هنا، عشان ما حدش يقول الأستاذ حافظ وبيقسم وبيعمل بمزاجه، لا ده مركب أيوني للي عايز يفهم كيمياء من الوقت، وإحنا في تانية إعدادي. مركب أيوني، إذا الماء تتأين زيه، ولذلك نبص على المنظر ده اللي هيحصل كده، هيدروكسيد جاهزة والهيدروكسيد التانية الجاهزة اهيت، يبقى المغنيسيوم هياخد الاتنين ويطلع في المعادلة أو الناتج المعادلة MgOH كل 2. ناخد بالنا من الكلام ده، نبدأ من المعادلات، لكن هناخد أسئلة تانية دلوقتي بإذن الله متنوعة بسرعة. ثاني أكسيد الكربون مركب تساهمي، يعني إيه تساهمي؟ خدناه في سنة أولى إعدادي. هل المية تتأين؟ لأ. إيه اللي هيحصل؟ ذرة أكسجين هتيجي هنا، طب أما تيجي هنا هتبقى CO3، مجموعة كربونات خدناها في أولى إعدادي. مجموعة الكربونات لو ملاحظين إن في H2 هنا، يبقى يدينا حمض الإيه؟ كربونك مباشر أهو. ولذلك في برضه معلومة، أكسيد الفلز بتجيلنا في الامتحان، بكتبها تاني أهو، أكسيد الفلز تعطي قلوي، وأكسيد اللافلز علم في المنهج مكررة، أكسيد اللافلز تعطي إيه؟ حمض. أسئلة مهمة، وده اسمه حمض الإيه؟ الكربونيك، عشان نعرف برضو الأسامي، عشان نبقى شاطرين في السنوات الجاية إن شاء الله. يا ريت نفكر ونفهم قبل ما نكتب المعادلة أو نكتب إيه؟ الإجابة. تفاعل الصوديوم مع المية ده معانا لغاية تالتة ثانوي، يعني في كل سنة هنلاقي تفاعل الصوديوم مع المية، خدناه في أولى إعدادي السنة اللي فاتت، هناخده في تانية، عندكم في تالتة إعدادي، عندنا في أولى ثانوي كيمياء، عندنا في تانية ثانوي كيمياء، عندنا في تالتة ثانوي كيمياء. تفاعل الصوديوم مع المية؟ اه. نشوف حكايته ايه؟ ادي الصوديوم زائد مية H2O. هعملها لكم بطريقة سهلة برضه عشان الوزن يطلع مظبوط. أولا احنا لسه متفقين من شوية إن المية ما تلاقي أيون بتتأين، يعني ايه؟ بتتفكك. المية اتفككت لما لقت الصوديوم، لأن الصوديوم أيونه ايه؟ سالب. نبص على المنظر ده كده، الصوديوم عندي اهو معروف ان هو فلز، يعني أيونه ايه؟ موجب. نبص على المنظر اللي بيحصل هنا، خلاص نبدأ نشوف هنا اتش موجب وهو اتش ايه؟ سالب. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل الآتي، الصوديوم هياخد هيتحد مع الهيدروكسيد ويطلع لي ايه؟ هيدروكسيد صوديوم. نركز قوي كده، لسه ما وزناش المعادلة. زائد في العلوم وفي الكيمياء ممنوع الغازات النشطة تطلع فردية، يبقى الهيدروجين اللي هيجبرني ان انا اوزن المعادلة لانه مش هيطلع. طب حلها ايه؟ هنحط هنا اتنين قدامه عشان يطلع، يبقى فكنا ايه؟ الجزئية بتاعته، يبقى غاز الهيدروجين تصاعد. وفي سؤال هنا علل وموجود في المحافظات كتير، ماذا يحدث عند تفاعل الصوديوم مع الماء؟ يتصاعد غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقعه، ممكن يعمل مشاكل في المعمل لو ما خدناش بالنا منه. ضربنا هنا في اتنين، القاعدة في الرياضة بتقول ضربنا اي جزئية في اتنين كله في اتنين، اتنين عامل مشترك فوق، هنضرب هنا اتنين، هنا اتنين، هنا اتنين، طبعا ده خد الاتنين بتاعه وطلع. يبقى المعادلة اتوزنت وبالراحة وبدون ما اقعد احسب واقعد اعد واقعد اعمل. يبقى اللي هنا حكمني الهيدروجين، الهيدروجين اللي نسميه الاوبك بتاع المعادلة، لان صوديوم خد الهيدروكسيد وكان ممكن يطلع من غير الاتنين وصح، ولكن المشكله في الايه؟ في الهيدروجين عندنا. تفاعل الخرصين مع الحديد مع المغنيسيوم مع حمض، شوفوا كده خرصين زد ان، الثلاث معادلات اهم، ها الحديد اف اي، ها الثالثه مغنيسيوم. طب انت عامل الثلاثه ليه؟ ساعات بتيجي في محافظات مختلفه. يبقى الخرصين زائد حمض كبريتيك H2SO4 خدناها في اولى اعدادي، وانا بقول الحاجه اللي احنا خدناها فعلا لانها موجوده مكرره اهي، ممكن يجيب لي حاجه من دي مع حمض الهيدروكلوريك H2SO4، انا عملتها مع حمض الكبريتيك مشترك وخلاص. ايه اللي هيحصل؟ في متسلسله النشاط معروف وناخدها بالتفصيل في ثالثه ان شاء الله، الخرصين انشط من الهيدروجين، اطرد الهيدروجين، معادلات سهله وجميله. زائد الخرصين حل محل الهيدروجين، خدوا بالكم هنا البروم حل محل مين؟ اللي طرده،
حته مهمه في الكيمياء، لان في ناس بتعكس الرموز. يبقى البروم طرد اليود، اليود اتطرد خلاص مشى. طيب البروم حل محله هنا برضه، الخرسين مع الفلز اللي زيه. طب هنا البروم لا فلز واليود لا فلز، ما المجموعه السبعه كلها لا فلزات. يبقى في تخصصات، يبقى البروم بيطرد اللي زيه لا فلز وبعد مكانه خلاص. هنا برضه فلز بيطرد فلز زيه. هتقول لي الهيدروجين غاز، اه بس من ضمن 1A عندنا في الجدول خلاص. يبقى الخرسين طرد الهيدروجين هيقعد مكانه، يبقى زد ان اس او 4. الحديد هطرد الهيدروجين هنا برضه، اه اف اي 2 طرد الهيدروجين يبقى اتش 2 زائد، ها حل محله ركزوا على ده قوي، يبقى اف اي اس او 4. هنا المغنيسيوم طرد الهيدروجين، طرد الهيدروجين اتش 2 غاز يتصاعد زائد، ها حل محله ام جي اس او 4. طيب اخر معادله في السؤال الاولاني تحليل الماء كهربيا. طبعا انا عندي 2 H2O سهم، ولازم اكتب كده ماء محمض بحمض كبريتيك مخفف. يعني لو ما كتبتش دي هتنقص، اه وممكن تتعلم الايه المساله كلها غلط. ونكتب تحليل ايه كهربي، يعني الميه ما بتتحللش كده بسهوله، تحليل كهربي، لان احنا هنحللها يعني ايه هتتفكك الى عنصريها في جهاز فولتميتر ايه هوفمان. في طريقه سهله بنعملها، بنقسم الميه على سطرين، هنشيل ذره اكسجين من هنا تبقى هيدروجين. طريقه سهله للناس اللي مش عايزه تحفظ، هنا او هنا تبقى ايه اتش 2، نجمع هنا مجموع جبري ومجموع جبري اذا او 2، وهنا ايه 2 اتش 2 مجموع جبري. يعني العوامل بس اللي بنجمعها، العوامل اللي هنا بنجمعها يبقى واحد، وهنا واحد يبقى ايه جزيء اكسجين خلاص. يبقى هنا او 2 غاز يتصاعد زائد الهيدروجين منه 2، لان احنا عارفين ان الهيدروجين ضعف ايه الاكسجين. يبقى ده السؤال الاولاني. ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله هيكون عن الاوزون وطبقات الاوزون والمسائل اللي بتتحل بتاع ارتفاع الجبل وطبقات الايه الغلاف الجوي والحفريات باذن واحد احد، هنحاول نعمل فيها اسئله متنوعه. الى اللقاء في الحلقه القادمه، وتنسوش تعرفوا زمايلكم عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.